أهلين وسهلين. الفيديو هذا راح يوضح لكم كيف تعمل الإيقاع الخاص فيك، يعني كيف تسجل إيقاع خاص فيك. إنزين، الخطوة الأولى تروح على المنيو، تفتح معاك هذه الصفحة، تروح على منيو رقم 2، تيجي عند خدمة ستايل كرييتر يعني إنشاء إيقاع جديد. تطلع لك هذه الصفحة، على طول من تطلع هذه الصفحة تضغط على هذا الزرار هني الانتلايز ستايل. هاي شو تسوي؟ مجرد ما تضغط عليها شوف يطلع لك ديليت، ديليت نعم يس، هاي تمسح لك الايقاع اللي جاي وتمسح التركات الثمانية، تكون جاهزة للتسجيل. الصفحة هاي هني عندك تتكون من التيمبو اللي هي البيسك، وعندك هني السكشن المين، انت بتسجل في سكشن اي ولا بي ولا سي، وعندك هني دقة اللوب، كم تبغي اللوب ايه بعد كم، بعد ضربة بعد ضربتين بعد ثلاث. مثلا تشوف الحين هنا مكتوب واحد، تغير بالطريقة هاي، اللوب ايه بعد اربع ضربات ضربتين ثلاث، ما نخلي بعد ضربة، تعمل تختار تعمل اكسيوست. انزين الحين تسجيل الايقاع لازم انت تختار الكورد اللي بتسجل عليه، مو معقول انك انت حاط مختار الكورد سي وتروح تعمل المصاحبات على الاي ماينر، يطلع غلط عقب لما تيجي تعزف يطلع غلط. فتصير اخر شيء عند الاس اس اس اف اف ايديت، تفتح معاك هاي الصفحه، شوف لاحظ تي عند شيء اسمه بلاي روت اند كورد، تضغط عليها يطلع لك الكورد. الحين شوف على سي ميجر 7، هذا العادي، معناته انت لازم تسجل على سي ميجر 7. لكن اذا سي ميجر 7 وتروح تعمل على الاي ماينر ولا الاي ماينر، بعدين لما تسجل المصاحبه تطلع معاك غلط. فانت تختار بالطريقه هاي، تبغي مثلا سي ميجر 7 الاجد، مثلا تبغى تغير على الدي شارب، المهم على سي ميجر 7 بنخليه كلوز. بعد ما تعمل الروت للكورد تروح تي عند الريكورد شانل، هذه 8 تراكات موجوده عندك. طبعا في ملاحظه، لاحظني بالاحمر، الاحمر معناته ان هذا التراك اللي بتسجل فيه ريثم 2. كيف تنتقل الى التراك الثاني مثلا ريثم 1؟ اذا عملت بالطريقه السريعه هاي ما ينتقل معاك، لازم تدعس وتطول شويه في الدعسه، شوف تحول معاك باللون الاحمر ينتقل في التراك اللي انت تبغاه. نسجل مثلا، شوف هو جاي على طول على الريثم، وتختار الريثم الدرام كيت اللي تبغاه، خليجي اللي تبغاه، بنحط مثلا خليجي، تطلع اكزت عقب تسجل، شوف بعد ضربة لاحظ نفس الطريقة. تبغى تنتقل على ريثم 2 تروح على ريثم 2 وتختار تبغى تحط انجليزي معاه ولا تحط مصري معاه ولا تحط شامي معاه، بختار انا انجليزي الاي دي ام مثلا. لاحظ طبعا اثناء التسجيل كيف تعمل الكونتايز، انا بعلمك الكونتايز. الكونتايز تروح في الشانل اديت، تنتقل عند الشانل اديت، سبحان الله عندك تاخير هذا الكونتايز، تختار الكونتايز اللي انت تريده. طبعا هو جاي طبعا جاي دايركت على الكونتايز اللي هو الواحد، تعمل اكسسيوت خلاص، ترجع مره ثانيه عند الشانل وتكمل نفس الطريقه، تحط البيز اللي تريده. مجرد ما تضغط البيز هاي اصوات، لاحظني ينتقل على الأصوات، شوف ينتقل على الأصوات، تختار البيز وتسجل البيز اللي انت تباه بنفس الطريقة. ونفس الطريقة تعمل الكونتايز، وبعد ما تخلص الثمان تركات بكل سهولة تروح تدعس على كلمة سيف، يخزنها وين؟ في اليوزر، تحط اسم تقول نعم سيف هير، تحط له اسم تكتب مثلا سامي او اي شيء، مثلا سامي، تدعس اوكي، تطلع من هني اكزت خلاص، تطلع من هاي الصفحة، تروح على اليوزر في قسم الايقاعات، تلقى الايقاع موجود هذا باسم سامي، وبعدين تعزف عليه. بهاي الطريقة انت سجلت الايقاع الخاص فيك، وشكرا.